بينضم إلينا هاتفيا الأستاذة منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا أستاذة منار. صباح الخير أستاذة دارين، صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل أستاذة المشاهدين. عرفينا أكتر على حالة الجو النهاردة. احنا اليوم بنشهد اجواء خريفيه على كافه انحاء الجمهوريه، الطقس بيكون معتدل على السواحل الشماليه للبلاد، مائل للحراره على محافظه القاهره الكبرى ومحافظه الوجه البحري، ايضا بيكون حار على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار ومع سطوع اشعه الشمس، لكن فور غياب اشعه الشمس الطقس بيكون لطيف في اول ساعات الليل وبيكون من مائل للبروده البارد في الساعات المتاخره من الليل وفي الصباح الباكر. عشان كده احنا دايما بنحب نحذر وناكد على الساده المواطنين، لو انا هضطر ان اخرج الصباح الباكر او هرجع من شغلي متاخر دايما يبقى معايا جاكيت خفيف عشان انخفاض درجات الحراره في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره من الليل. النهارده الصبح برضو استاذه منار، سوري لقطع كلام حضرتك، بس يعني كان في الشبوره كانت زياده شويه الصبح النهارده. احنا لسه مستمرين في وجود السبوره المائيه، وفعلا كانت اليوم كانت الكثافه بتاعتها ازيد من الايام اللي قبل كده، لكن هي لسه ما وصلتش للضباب اللي احنا بنشهده في فصل الخريف، بس كان في شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى ومناطق من السواحل الشماليه للبلاد. عايزين ندي بقى قاده المركبات بعض النصائح من وجهه نظر حضرتك وهيئه الارصاد الجويه على الطرق السريعه الصحراويه، الطرق الزراعيه في حال وجود الشبوره وتركزها بشكل كبير في الصباح الباكر. هي طبعا الشبوره المائيه زي ما حضرتك ذكرت هي بتظهر في الصباح الباكر وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، فانا يعني الساده قائد المركبات والمسافرين على الطرق دايما نتوخي الحذر، القياده بهدوء تام، اتباع كافه طبعا تعليمات المرور، يبقى في مسافات بين العربيه والثانيه لتجنب طبعا اي مشاكل، وطبعا نتمنى السلامه للجميع في وجود الشبوره المائيه. ايضا بقى متوقع اليوم في فرص لتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، هيصاحبها فرص سقوط امطار، الامطار هتبقى امطار متوسطه تكون رعدية احيانا على بعض المناطق المطلة على السواحل الشماليه للبلاد زي مطروح، الاسكندريه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، المناطق المطله على البحر المتوسط، ايضا ومناطق من شمال الدلتا زي الدقهليه وكفر الشيخ والبحيره، المناطق دي كلها تشهد اليوم امطار متوسطه تكون رعديه احيانا تكون على فترات متقطعه ومنطقه دون الاخرى. المناطق اللي حضرتك ذكرتيها فقط يا استاذه منار هي اللي عليها امطار؟ امطار متوسطه، لكن في كمان جنوب الدلتا زي ممكن الغربيه والمنوفيه وايضا القاهره الكبرى. أيوة. ليهم نصيب من الامطار دي، بس هتبقى امطار خفيفه، طبعا الفرصه كمان ضعيفه على القاهره الكبرى، امطار خفيفه على فترات متقطعه وهتبقى مساء، يعني ان شاء الله مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. طيب عايزين نطمن على حالة الجو في السواحل الشمالية أو على السواحل عموما، يعني بس يعني خلاص يعني عرفنا أن ممكن تكون في أمطار رعدية زي ما حضرتك ذكرتي، حالة الجو بقى يعني هتبقى عاملة إزاي؟ درجات الحرارة هي بتشهد انخفاض عن الأمس وأول أمس، درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 27 و 28، يعني الأجواء فيها معتدلة جدا، لكن هو بس بنخلي بالنا أن في فرص اليوم على سقوط الأمطار، بس برضو الأمطار الموجودة على السواحل الشمالية مش هتأثر على أعمال الأنشطة اليومية، فأنا ما نقلقش يعني، فإن شاء الله كلها بالليل. لا مش هتبقى بالليل، يعني من الآن في تكاثر للسحب على مطروح هتمتد بعد كده للعالمين والطبعه والاسكندريه، ففي اللي هتبدا من اليوم على السواحل الشماليه بتبدا من الصباح، يعني على السواحل الشماليه للبلاد. الامطار القاهره ممكن بعد الظهيره او بعد العصر كمان، فلسه فرص الامطار كلها على شمال جنوب الدلتا والقاهره هي اللي هتبقى على بعد العصر، لكن السواحل الشماليه هي بدات بالفعل على مطروح الان. ان شاء الله تكون امطار خير وبركه. استاذه منار غانم المتنبئ الجوي بهيئه الارصاد الجويه بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذا الصباح.